السلام عليكم مشاهدينا الكرام. سافرت اليوم من مدينة شبشاون في اتجاه منتزه أقشور السياحي عبر طريق مختصرة ومخفية، وللمسافة ديالها 18 كيلومتر حوالي 20 حتى 25 دقيقة ديال الوقت. هاد الطريق ما كاين حتى شي علامة أو بلاكة كتدل عليها، وما كايناش في خرائط جوجل نهائيا. لهذا غادي نشرح لكم كيفية الوصول إليها من مدينة شبشاون حتى الأقشور، وكذلك بعض اللقطات من شلالات أقشور بعد الوصول إليها. طبعا إذن على بركة الله كنطلقوا من ساحة محمد الخامس أو رومبوا مشهورة في الشاون، وغندوروا مع الشارع هذا اللي هو علال الفاسي أو شارع مركز الشرطة الكوميسارية ديال الشفشاون. غنبقاو غاديين حتى نوصلو لمحطة الطاكسيات اللي كاينة في هاد الشارع، غير نفوتوها غندورو على اليمن مع الطلعة هادي. من بعد غندورو على اليسار مع الدخلة الأولى، كندورو على اليسار او على يدينا الشمال كما كيقولوا ابناء المنطقه، وغنبقاو غاديين طالعين مع الزنقه او الشارع هذا. غنبقاو غاديين معاه طالعين حتى نوصلوا لواحد البلاكه او علامه قف اللي غندورو مع الله يسر، او شيني الله يسر، ديما الله يسر وعلى الشمال. ونشدو هاد الشارع هذا اللي هو سيدي عبد الحميد، وغنبقاو غاديين 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 طالعين الفوق. كما قلت كنبقاو غادي مع هاد الشارع السيدي عبد الحميد فوق حتى الاخر ديالو، حتى كنوصلو لواحد الرون بوان صغيرة، خلالها غندورو عاوتاني على اليسر او على الشمال. اخيرا وصلنا لهذا الطريق اللي فيها مناظر رائعه جدا حتى الاقشور، ومن بعد بعض اللقطات من الشلالات الساحره. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك اذا كتشوف قناه لاول مره، وفرجه ممتعه.